على الشمال عشان لو في فلاوت، لو في فلاوت يا جماعه الفلاوت هيروح فين؟ هيقع بالافكت جرافيتي، والجاز اللي في التست هتروح فين؟ تطلع لفوق، واللي كان ضل تاريخه. ويبقى يا جماعه لو في فعلا فلويد هيعمل لك ساين اسمها شيفتنج دامبس. دامبس وهو نايم بقى شيفتد ومش موجود، وهو نايم على جنبه التاني. والكلام ده لازم يتعمل على الناحيتين، زي ما عملته على اليمين تعمله على الشمال. جاست تشينج في النوم، تروح مثبت ايديك وتقول له نام على جنبك التاني. وفعلا يبقى العيان عنده شيفتنج دامبس لو عنده بايلاترال شيفتنج دامبس على اليمين والشمال، ويبقى فعلا مودريت فلويد. ليه يا جماعه انا عملته على ناحيتين؟ ايه الغباوه اللي انتوا فيها دي؟ هتقولوا دي غباوه، ما هو ده موجود هنا فلويد يبقى لازم هنا فلويد. الاصليه يا جماعه حاجه اسمها يونيلاترال شيفتنج دامبس. حد فيكم على دي ما خدتوهاش؟ في حاجه اسمها رابشر سبرين. الرابشر سبرين ده على فكره يعمل لك شيفت دامس على الناحيه اليمين وفيكس دامس على الناحيه الشمال. في حاجه اسمها تي بي اسايتس. التي بي اسايتس دي بيكون فيه فايبرين، فايبرين محوط الكيزس ماتيريال بتاع التي بي، فتلاقي ناحيه فيها كافيتي مليان كيزس ماتيريال وضل وشيفتنج بس على ناحيه واحده. ففي يا جماعه في كوز في يونيلاترال شيفت نانس. في واحده على فكره قالت كلمه حلوه ورايا قوي، زي فعلا اوفيريان سيست دي تعمل يونيلاترال شيفت نانس. ممكن جدا جدا يا جماعه الانسيست تي بي اسايتس ورابشر سبرين ده بيعمل يونيلاترال شيفت نانس. احنا بندور على الاسايتس اللي تعمل بايلاترال شيفت نانس، ولذلك لابد من عملها يمين وشمال. فضل بقى عندنا يا جماعه احتمال المينيمال اسايتس، وده سعادتك اما تبيض مش هتعرف تجيبه، هو ما تعبش نفسك فيه، ابعت العيان على طول للالترا ساوند هو اللي يجيبه. ولو ان في تستعجيل كده هتلاقيه موجود عندكم مرسوم، ده بطلنا نعمله عشان يعني مش اسكس قوي وبتاع وحاجات كده ماليش لازمه. هي على فكره فكرته يعني ايه التست ده؟ لو واحد عنده مينيمال اسايتس الفلويد اما تبيض مش هتعرف تجيبه وهو نايم. بسيطه قوي، اقلب العيان قول له اسجد زي ما تكون بتصلي. فهو ساجد الفلويد دلوقتي هيقع فين؟ عند السره. وتخبط بقى وهو بيسجد عند السره. لو لقيتها ضل بقى ده مينيمال اسايتس. ده المنظر اللي اسمه ني البو بوزيشن. انا فضلكم يا جماعه دايما وانتم بتذاكروا تذاكروا من الورا. وهو ده اللي تقوله للاكزامينر، لان هو ده الاكمل والاحسن. ماشي؟ انتوا مشينا على فيش الرسومات، كنتوا المفروض مصورين الرسومات تاني. ماشي؟ اللي هو الوضع ده اللي اسمه بيركشن ان ذا ني الب بوزيشن. اصل انا كنت بخبط من شويه عند السره وكانت رزمه. فلما اقول له اسجد زي ما تكون بتصلي وتتحول الى ضل، يبقى ايه اللي اتغير؟ ان في فلويد وقع عند الامبلايكس فتحولت الى ضل. بس طبعا دي ريبليس دلوقتي زي ما اتفقنا بالالترا ساوند. وفينا مرسومه لكم برضه الترانسميت سريل وكل الفكره بتاعت الايه؟ البركشن. طيب يا جماعه عملنا بركشن، المفروض بقى نعمل اوسكالتيشن. اوعى تروح الامتحان من غير سماعه. تعمل اوسكالتيشن ليه؟ اول حاجه واشهر حاجه ومسموعه في الناس اللي قاعدين كلنا يا جماعه، ان انا ممكن اسمع في اي حته في الابنة، بالذات حوالين الصورة. تك 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 حاجة زي كده. ايه التكتكة دي؟ التكتكة دي يا جماعة بتسمع النورمال انتستاينال ساوند. في مرض وحش جدا جدا ساعات بيحصل بعد العمليات اسمه باراليتيك ايليس. تلاقي تحط السماعة الابدومين بيتقال عليه هدوء البومين. مفيش انتستاينال ساوند. وعشان الهدوء ميت قالوا عليه ديد سايلنت ابدومين. دي في حالات البلد الياس وشال الامعاء. العكس بتاعها ممكن تحط سماعه هنا تسمع بو 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 بو. ايه ده كل ده اللي بيحصل جوه؟ هايبر بريستالسيس في حالات الانتستاينال اوبستراكشن. ممكن كمان يا جماعه نسمع
في الكورس اوف ذا اورتا. الاورتا يا جماعه ماشي من الزيف ستيرنال جانكشن لحد 1 سم بيلو انتوزيليفت ذو امبلايكس. فممكن تسمع على الاورتا ايه؟ الاورتا ممكن يحصل فيه العكس، النقيضين يا يوسع وده اسمه انيوريزم، يا يديا في حاله الاسيروسكليروز. وزي ما انتوا عارفين يا جماعه الدم لو ماشي في حته واسعه او ماشي في حته ضيقه بيعمل تيربولانس اوف بلاد، دوامات في الدم تخلي الجدار يتهز. وساعتك تسمع الجدار يتهز اس اسيستوليك بروي. سيستوليك معروف يعني جونيك سيستول. يعني ايه بقى بروي؟ كل ما سمع على الهارت بيتقال عليه مرمر. طب اللي تسمعه على ارتري اسمه بروي. وعلى فكره في عندك تي ما بتتنطقش دي سايلنت. اوعى فلاحين في الامتحان تقول لي في بروت، مفيش تي دي خالص. بروي ده فرنساوي ماشي. ممكن اسمع حوالين السره الدم اللي ماشي في الدايريت فينز بتاعه الكابوت ميدوزا اللي بنسمع على الفينز يا جماعه ده اسمه هم. فما يسمع على الهارت اسمه مرمر، اللي يسمع على الارتري اسمه بروي، اللي بتسمع على الفينز زي الكابوت ميدوزا ده اسمه فينس هم. الفينس هم ده على فكره يا جماعه كونتينوس فلو بلاد، مش زي السيستوليك. السيستوليك ده ايه؟ ويقطع ديورنج ديستولي. لكن الفينس هم continuous flow blood. ممكن يا جماعه نسمع برضه سيستوليك بروي في رينال انجل. ده قاعد بقى العيان وحط السماعه في رينال انجل، وهو قاعد تحط السماعه في رينال انجل ممكن تسمع سيستوليك بروي. مين الارتري ده اللي في رينال انجل؟ الارتري اللي طالع من الاورطه وداخل جوه الكليه ده بيكون رينال ارتري ستينوزس. امتى يحصل رينال ارتري ستينوزس دوت؟ ايه اشهر سبب بيعمل ستينوزس في الارتريز؟ الاسيروسكليروز. اسيروما هو الارتر عامل كده وراح طلع لك فيه نوع علو كده من الترايجلسايدز والفوسفوليبيدز وبتاع ترسبت هنا وبقى الدنيا ضيقه. فالدم هو مش في الضيقه هيعمل لك سيستوليك بروي ماشي. ممكن نسمع على الحالات بقى اللي فيها ليفر كبير وسبلينك كبير. ممكن تسمع على الليفر او السبلين صوت بايخ قوي. عارفين الصنفره اللي هي في وهم بيبيضوا مش بيقعدوا كده بحاجه خشنه ينعموا حيطه؟ الحاجه الخشنه دي احنا عندنا في مصر بيقولوا عليها صنفره، مش عارف عندكم بيقولوا عليها ايه. ماشي بص بقى تصور لو انت جبت اتنين صنفره ورحت عامل كده، ده صوت حلو؟ ده صوت كده بايخ اسمه رب خشونه. ده يا جماعه ممكن يكون سبلينك رب فوق السبلين او هيباتك رب فوق الليفر. وده ما يجيش غير ان في خشونه حوالين الليفر او خشونه حوالين السبلين. ايه اللي يعمل لك خشونه حوالين السبلين؟ بيري سبلينايتس، التهاب حوالين السبلين او في الليفر بيري هيباتايتس. ماشي. فدي يا جماعه اهم حاجات نعمل لها الاوسكالتيشن. اوعى تنسى بقى في الامتحان ان انت تقول للاكزامينر كان نفسي كان نفسي الدكتور عمل له بي ار اكزامينشن. ليه يا جماعه؟ او في ست بي في كمان. اصل يا جماعه هو ربنا عامل حيطه ما بين الابدومينال اورجن والبلفيك اورجن ولا الدنيا مفتوحه على بعض؟ هم ده كافيتي واحد يا جماعه، الكافيتي واحد واحنا بس في الاخر اللي بنقسم بلفيك ومش بلفيك وبتاع. يا جماعه ممكن مصدر البلاوي في الابدومين دي كلها تكون البلفيك اورجن. والبلفيك اورجن دي هجيبها ازاي؟ ما تتجابش غير من تحت. لما احط ده في الريكتم واعمل بي ار المفروض يا جماعه وانتوا بقى كده كنتوا بتاخدوا الانال كانال والريكتم والحاجات دي مع حسام كان يقول لكم انت حاطط صبعك بقى كده ورسمت الاناتومي قدامك ايه يتحس؟ بروستيت ويورينري بلادر وسيمينال فيزيكلز. ده في الرجال وفي الستات اوفري وفالوبيان تيوب ويوترس والباك اوف ذا فاجينا. فبين وبينك البلفيك اورجان دي تتجاب من تحت بالبي ار والبي في اكزامينشن. ابسط حاجه يا جماعه بيجي لنا عيانين
ستات بالذات بقى الغيبوبه بطن غريبه وفيها سويل انت حاجه كده تطلع في الاخر ايه مالجنانت اوبر وعامل لك ميتاستاسيس في الليفر وميتاستاسيس في الليمف نودز وابدومينال سويلنج والاسايتس والحاجات دي كلها. يوتراين تيومر ريكتال تيومر وده كله عامل بلاوي في الابدومين والابدومين دي كلها اما تموت مش هتشخص فيها ايه الا بي ار او بي بي اكزامينشن. فالبي ار والبي بي ده عشان البلفيك اورجان. فاضل بقى طبعا سبيشال ساينس دي موجهه لبعض الامراض لو توقعت انها موجوده تعمل الساينس بتاعتها. زي مثلا لو توقعت العيان مثلا عنده ابنسايتس. ابنسايتس ليها ثلاث ساينس كاركترستيك قوي. تروح جايب العيان ده هو الابنسايتس اللي واقع فين؟ راديلاكوس. ماشي يا عمي. روح اضغط كده ضغطه مفاجاه في الليفت ليكوس. يا اسطى حاجه ما توقعتهاش ابدا. تضغط في الليفت لانه لك اي وجعته في الرايت ليكوس. دي اسمها روفزنج ساين. يا جماعه اللي خلى العيان تخبط له في الليفت ليكوس ترجعه في الرايت ليكوس ماشي ايه في البق. لان يا جماعه مين اللي تحت ديك في الليفت ليكوس لسه قايلين السيجمويد كولو مخزن الفليتس. فلما بدوس على الفليتس اللي في الليفت ليك فوسا في الكولون بيحصل ديسبليسمنت ويروح يعمل لك ديستنشن للانفليم ده بينس فيوجعك في الرايت ليك فوس. ماشي دي اسمها روفزنج ساين. زي ما انتم عارفين ان الابندكس في جميع الاحوال وضعه واحد. لا الابندكس ليه اوضاع. الريترو سيكال ابندكس. الريتروسيكال ابندكس يا جماعه ده نايم على البوستيرو ابدومينال على عضله اسمها السوس ميجور. لو الانفيرير ابندكس نايم على السوس ميجور مش هعمل لها اريتيشن. اريتيشن سوس ميجور يسبب ايه؟ اسباز. والاسباز يا جماعه على السوس ميجور دي زمان فليكسر اوف ذا هيب. ينام العيان تلاقي تاني رجليه عشان اسباز من السوس ميجور. تقول له ما تفرد رجليك. اه يروح مصور. ليه؟ السوس ميجور عامله سباز وانت ما تعملها اكستنشن مش بتعملها ستريتش لسباستك مصل. يوجع ولا ما يوجعش؟ طبعا توجع قوي. فدي اسمها سوس تيست. العيان عنده فليكشن ديفورمتي اوف ذا هيب والاكستنشن يعمل له سيفير بين. نفس الفكره في البلفيك ابندكس. البلفيك ابندكس ده مدلدل لتحت فعامل اريتيشن لمصل في البلفيك وول اسمها اوبتيوريتور انترنس. لو في بلفيك ابنسايتس تعمل ايه في اوبتيوريتور انترنس؟ اريتيشن ليه انتو اسباز. الاسباز مش بقى لو عمل اسباز بتعمل لك ايه؟ تعمل لك كذا تعمل لك لاترال روتيشن اوف ذا هيب. لو هي عامله لاترال روتيشن كده للهيب لو انا رحت اعمل لها العكس اعملها له كده ميديا روتيشن هيبقى سعيد. نفس الفكره ستريتش لمصل عامله سباز. ففي قوتين ضد بعض قوه سباز وقوه انت بتعمل ستريتش توجعه جدا. ودي اسمها اوبتيوريتور تيست او زكاري كوب ساين. دي الحاجات اللي سبيسيفيك والكاركترستيك الايه؟ لابن سايتس. في عندكم اي سبيشال ساينس ثانيه؟ الكوستو فيرتبرال تندرنس اللي كنت بقول لكم عليها من شويه دي يا جماعه. ما الكوستو فيرتبرال دي اللي هي على فكره الرينال انجل. الرينال انجل اهي. تندرنس في الرينال انجل دي تبقى انفلاميشن في الكدني زي مثلا بايرفروزس بايرفايتس حاجه زي كده. حاجه في حاجه ثانيه؟ مورفي ساين.